احنا فرحانين كاملين بهاد العيد ديالنا، هذا عيد وطني الحمد لله، تنفتخروا به. الله يخلي لنا الاسره العلويه اللي جابتنا الاستقلال، الله يخلي لنا المقاومين اللي ماتوا الله يرحمهم كاملين باش اللي ناضلوا. تنتمناو من هاد الشباب يقدر النعمه اللي عنده ويطل طليله شويه باش يشوف الدول الاخرى اللي ما مستقلاش ولا اللي عند بالها مستقله وهي في حروب. اليوم كنحتفلوا بعيد الاستقلال احنا كمغاربه، كنتفكروا المجهودات اللي داروا جدودنا وكيفاش تعاونوا المغاربه بيناتهم وكيفاش خرجوا الناس في ديك الوقيته وضغطوا على الاستعمار الفرنسي. كان بتوقيع هذيك الاتفاقيه ديال 1956 بين المغرب، كنظن في اكس ليبان، ايوا، وخذ المغرب الاستقلال بالعوده ديال محمد الخامس. ذاك الوقت كان خايب، الناس جو محمد الخامس، هذيك انا من هذوك الناس اللي كانوا يقولوا محمد الخامس في السماء. انا كنت كنقولوا محمد الخامس رحنا شفناه وطلقنا الدعايات حتى داخل النصارى هذوك يشوفوا بديك الجمل ديالهم، وانا طلقنا كلنا كنقولوا محمد الخامس راه في القمر. ربما ما الجيل الاخر هو اللي عانى من هاد من وعرف قيمه الاستقلال بصفه عامه، ونتمنوا هذا الجيل يتعلم وياخذ معلومات صحيحه عن الاستقلال وعن الظروف ديال كيفاش تحرر فيها المغرب. خدينا حقنا في البلاد، البلاد ديالنا كانت ضايعه، ملي خدينا الاستقلال احنا الحمد لله عايشين بخير. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. ما كان استقلالك وما كان استقلال كما نعيشوا هذه العيشه اللي عايشين دابا. الحمد لله منين جلالة الملك المغفور محمد الخامس دارنا استقلال احنا متعين فيه، وزاد الحسن الثاني الله يرحمه، وزاد محمد السادس الله ينصره. احنا الحمد لله بلد الامن والاستقرار، وهذا الشيء تيرجع راه تقريبا من جلالة الملك محمد الخامس والمقاومين الاحرار اللي كانوا ديك الساعه، المغفور له جلالة الحسن الثاني حتى هو ناضل باش يبقى عندنا هذا الاستقلال، لانه هو دازوا عليه جوج انقلابات ولا ثلاثه، هذا الشيء اللي عارفين احنا، وقاوم باش يبقى لنا هاد النعمه ديال الحريه ديالنا. من بعد جلاله الملك محمد السادس قايم بالواجب ديالو باش يرد الدوله المغربيه تكون رائده ما بين الدول على صعيد شمال افريقيا ولا على حسب التغول ديالنا في افريقيا، وتنتمنى السعاده وتنتمنى الخير لكاع المواطنين المغاربه. حنا كنحسوا براسنا في الحريه، كنحسوا براسنا رحنا، اللهم لك الحمد.